تنضم لي دلوقتي يمكن اتنين من النجمات، سواء الكابتن نهله سامح او الكابتن ايه الشامي كمان هتنضم لي. وكابتن نهله سامح يمكن اتنين من النجمات النهارده معانا. كابتن نهله وكابتن ايه الشامي مبروك، اربع بطولات يمكن خدتوا عهد على نفسكم زي ما قلنا، الدوري، بطوله افريقيه، بطوله عربيه، بطوله الكاس، ده بيمثلكم ايه كواحده من نجمات الفريق يا كابتن نهله؟ طبعا الحمد لله على الفوز، احنا كده حققنا العلامه كامله الحمد لله. الاربع بطولات اللي دخلناها السنه دي قدرنا يعني نحصل عليها، طبعا ده بفضل طبعا يعني مجهود الفرقه. احنا تعبنا السنه دي، ومن السنه اللي فاتت احنا كنا يعني كلنا يعني داخلين منافسه مع نفسينا ان احنا نقدر نحقق الانجاز ده، والحمد لله النهارده توجنا الانجاز ده بسكور كويس، والحمد لله ختمنا الموسم حلو. في اصرار كبير معاكم ومع كابتن حمدي والاداء المميز مع الشباب اللي طالعين كمان، اربع بطولات ده يمكن حاجه كبيره ورائعه ومش كبيره عليكم ان انتم بتحققوا بطولات، لكن قدرتوا ازاي ان انتم تنسقوا الامور دي مع الضغط والوقت القليل ده يا كابتن؟ طبعا هو كان ضغط علينا جدا، احنا ابتدينا يعتبر يعني الفرق يمكن كانت مريحه شويه، احنا دخلنا في اول السيزون بدري شويه، دخلنا البطوله العربيه ومن بعدها على طول الدوري، افريقيا كاس، وكان في معسكر قبل افريقيا بره، كل ده طبعا ضغط بدني وعصبي علينا. طبعا الجهاز الطبي والجهاز الفني كان معانا على طول بعد كل ماتش، يمكن كان في استشفاء عشان نقدر نكمل السيزون بالشكل ده. الحمد لله، الله يبارك في حضرتك.